السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، صباح الحمام الكذاب. بس مش هنقول عليه الحمام الكذاب، هقول ان انا عندي شوية وراك في الفريزر عايزة اطلعهم اعمل بيهم وصفة تشبه الحمام. ده اللي هنعمله مع بعض النهاردة ان شاء الله. هنعمل الحمام برضه هقولها الكذاب بس على اصوله، من غير خيط، من غير ورق فويل، من غير ستريتش، من غير اي حاجه، زي ما بعمل الحمام الاصلي بالظبط. الحمام الاصلي بنلفه بخيط؟ لا. بنلفه بفويل او ستريتش؟ لا. امال بنعمل فيه ايه؟ بنقفله كويس قوي، وبعد كده بروح على طول بالبلدي كده مسقطاه في ميه بتغلي اللي هي الشوربه، على طول يروح قافل على بعضه. ده ان شاء الله اللي هنعمله مع بعض في الوراك اللي هنحولها لحمام، زي ما انتم شايفين كده ابداعات سمر اللي كل يوم بتفتح نفسنا على الاكل اكتر واكتر. تسلم يا سمر، تسلم يا حبيبه قلبي. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على كل حبايبي اللي موجودين سواء هنا معايا في الاستوديو او دلوقتي اللي قاعدين ورا الشاشه اللي هيعملوا النهارده بقى الحمام الكذاب بعد الحلقه على طول ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا علشان اعمل الحمام الاصلي او اعمله على اصوله، تعالوا نقول مقاديره. عندي وراك فراخ العدد اللي يعجبك، نطي بس النار ماشي كده، وعندي بصل مبشور، بصلتين حلوين كده مبشورين، ملح وفلفل وكبابه صيني، وممكن تحطي بدلها جوز الطيب لو حبه، وبعد كده عصير ليمون، نص ليمونه بس عصره. انا هشتغل بس عشان الوقت بتاعنا النهارده يا دوبك على ورك واحد، اوريكم التقفيل بتاعه والحشوه بتاعته هتبقى عامله ازاي. يبقى وراك فراخ، بصل مبشور، ملح، فلفل، كبابة صيني، وممكن بدلها جوز الطيب، وعصير ليمون. ده كده تتبيلة الوراك نفسها الأولانية خالص. الحشوة بتاعتنا عندي كبد وقوانص، وهنعملها النهاردة بطريقة هتعجبكم جدا إن شاء الله. عندي كمان رز، بصل مبشور، كل ورك فرخة بياخد قد قبضة الإيد رز عشان تحسبي الرز بالظبط. ملح وفلفل، قرفة، ومعلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة زبدة، وممكن سمنة أو زيت للسلق عشان هنسلقه بقى زي الحمام بالظبط. بصلايه وحبهان، ورق لورا، مستكه، ملح وفلفل اللي هي حاجه السلق العاديه جدا. بس دي كده مقاديرنا النهارده ان شاء الله. اول حاجه هعملها عايزه احبش الشوربه اللي هسلق فيها الحمام. الشوربه زي ما احنا متعودين في اي شوربه بتتسلق هيبقى ورق لورا، بسم الله، فصين مستكه كده، كام فص حبهان، وبصلايه بس كده. لا لسه ايه، لسه هنحط شويه ملح وشويه فلفل. ادي شويه ملح صغننين كده، وممكن تحطي هنا برده مكعب مرقه هيدي برده طعم حلو جدا، وشويه فلفل صغيرين علشان ما يغمقوش الشوربه بتاعتي. دي كده اول حاجه معايا، بسم الله هقلب. يبقى الشوربه اللي هسلق فيها الحمام وهسلق فيها الوراك عشان احولها لحمام عباره عن ميه بتغلي، بصلايه، ملح وفلفل، ورق لورا، وحبهان. حطينا حاجه تاني؟ لا. واغطي عليها واسيبها تغلي كويس قوي. دي اهم حاجه عندي، عايزه البصلايه كده دي تستوي. البصلايه دي بصوا لسه نيه اهي، عايزاه تستوي وتدبل قبل ما انزل فيها وراك الفراخ. هغطي عليها كده واسيبها تغلي. طيب هنا بقى العين دي هنعمل فيها ايه؟ دي هسلق فيها الكبد والقوانص، هتدي ريحه حلوه جدا وطعم حلو قوي في الرز. لو تلاحظوا انا عامله سيرفيس رز بنفس الكبد والقوانص بنفس الحشوه اللي حشيت بيها الوراك، بتقدم كده معاها. والنهارده الميزه بقى عندنا في السلق اهي، بصوا ده الرز، الله عليك يا سمر، الله ينور يا قمر. الميزه النهارده في وصفتنا ان انا هطلع شوربه، يعني انا هسلق الوراك اللي هحولها لحمام، هسلقها من غير ورق فويل ولا اي حاجه زياده، فطلع لي شوربه محترمه جدا. الشوربه دي استغلتها النهارده، عملت بيها طواجن الملوخيه، وعملت بيها كمان لسان عصفور، وزودت منها للرز، فطالع طعم الرز حكايه. تعالي معلش يا سمر كده وري حبايبنا الملوخيه بالطشه الحلوه على وشها اهي، ولسان العصفور كمان، شايفين ازاي استغليت بقى الشوربه. ودي الميزه النهارده يا جماعه، طبعا دي ميزه لا يستهان بيها يعني خالص. يعني بقى الاول كنا طالما بلفه بورق فويل وحطيته في الشوربه، ما ينفعش استعمل الشوربه دي بعد ورق الفويل. الله ينور يا سمر.
احلى سفره النهارده دي ولا ايه يا جماعه؟ بجد احلى سفره دي ولا ايه من ايديك يا سمر؟ يلا نسلق الكبد والقوانص. ميه بتغلي عليها شويه ملح كده، شويه فلفل اسود ماشي، ومعلقه كبيره خل تشلك اي ريحه غير مستحبه من الكبد والقوانص، وتنور لك لونها وتخلي طعمها حكايه، سواء جوه حشوه الوراك او لو عملتيها في الرز لوحدها. يعني الحركه بتاعه السلق دي، حتى لو انت مثلا بتعملي النهارده رز بالكبد والقوانص وخلاص، اعملي الحركه دي، حركه السلق الاول ماشي كده. معلقه خل، الريحه حتى طلعت حلوه، معلقه خل وملح وفلفل اسود، وانزل بالكبد والقوانص كده مع بعض يتسلقوا. طبعا انا موطيه النار، نعلي بقى ايه النار سيكه كده. يا رباب اهلا وسهلا. يا لولي ازيك يا رباب؟ صباح الخير يا حبيبتي. صباح قلبي الهنا، الحاجات الجميله والحمام الرهيب. حبيبتي صباح السعاده عليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي، وكل سنه وانتي طيبه ويعود عليكي طيبة. الايام بخير دايما يا رب، انا وانتي والسامعين جميعا في كل مكان يا رب. اللهم يا لولي انا عايزه البيلا من ايديكي بس كده. حاضر، قولي لي قولي لي ايه البواقي اللي عندك اللي عايزانا نعمل بيها البايلا؟ نعملها الاسباني اللي هي بتبقى بالبواقي بتاعت السي فود، ولا تحبي نعملها ازاي؟ اه طبعا هي بالسي فود تحفه، اصل هي بتتعمل دلوقتي باي حاجه على فكره، بالفراخ والسجق وكده. ده انا ممكن اصدمك واعملها لك ببواقي التلاجة كلها، ما تصدقيش ابدا على جمالها. زي البيتزا بالظبط كده. انا عايزه بقى لولي تعمل لي البايلا. عينيا بس كده. طيب من عينيا الاثنين. حاضر نكتبها معانا من عينيا. حاضر يا حبيبتي. يا حبيبتي شرفتيني. يلا يا بنات اكتبوا البايلا، بس هنكتبها بقى ايه؟ ببواقي التلاجه. وانا هبهركم هبهركم بالبواقي دي، هتبقى عباره عن ايه يعني؟ هقول لكم كل حاجه موجوده في التلاجه. المهم دلوقتي نرجع لوصفتنا. احنا وقفنا لغايه ما سلقنا الكبد والقوانص، حلو كده، حطيناها في الميه، ميه فيها ملح فلفل اسود معلقه كبيره خل، تغلي شويه لغايه ما تستوي، اطلعها تبرد كويس وبعدين اقطعها تبقى بالشكل ده اهو، بس لازم تبرد. لو قطعتيها وهي لسه مطلعاها من ميه السلق هتتهري منك في التقطيع، لكن لما بتبرد تعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها مكعبات كده، الكبد مع القوانص بالشكل الجميل ده. شايفين لونها عامله ازاي؟ شايفه يا سمر ما شاء الله عليها، عسل، لونها فاتح وكمان ريحتها طالعه حلوه قوي وطعمها يبقى حكايه. دلوقتي بقى انا حطيت حاجه على النار اعمل فيها الحشوه. كل ده احنا بنعمل الحشوه الاول. الحشوه بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ ادي كده طاسه فيها زيت او حله، بسم الله، زيت، وهحط كمان مكعب زبده محترم كده يسيح مع الزيت. خدوا بالكم من اللي انا عملته دلوقتي، ما حطيتش الزبده لما الزيت سخن هتنزل تتحرق ولونها يتغير على طول. اللي حصل والزيت لسه بارد على طول نزلت بالزبده تلحقه وتسيح معاه، بيفضل طعم الزبده وريحتها كده احسن. استاذ حسين اهلا وسهلا. صباح الفل صباح والعسل عليك يا شيف. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ حسين. الله يخليك، الله ينور، الله على الحاجات الحلوه دي الله يكرمك، الابداعات اللي بتعملها لنا دي يا شيف والله. ربنا يخليك والله، اشكرك الف الف شكر. تسلم ايدك على الكشري امبارح يا شيف، والله كان منتهى الجمال والروعه والله. عايز اقول لك طعمه حكايه، والله العظيم حكايه، طعمه ملوش حل. ان شاء الله هنعمله النهارده، وهقول لك انا باذن الله كده. يلا ان شاء الله باذن الله هجهز كده مطبخ ونسيبها النهارده ان شاء الله. هستنى منك مكالمه بكره باذن الله، ان كان لنا عمر تقول لي اخبار الكشري العالمي معاك ايه باذن الله. اشكرك يا استاذ حسين. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بصلتين كبار، انا اخدت كله يعني جمعت كل الخطوات اللي عندي في خطوه واحده. بصلتين كبار دول هيتبل منهم الورك، ودول اللي هيتعمل منهم حشوه الرز بالكبد والقوانص. ملح وفلفل اسود، اي بهارات مشكله، وكمان رشه قرفه صغيره، والقرفه دي هنخليها عشان هنبقى نزودها على الرز ماشي كده. يا ام رمزي اهلا وسهلا. يا هالة صباح الفل عليكي يا قلبي. وحشاني يا هالة. وانتي يا حبيبة قلبي عاملة ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديك الصحة يا رب. تعيش انت عسل وحاجتك عسل يا هالة. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يعني مش سايباكي برضه بتفرج عليكي حبيبة قلبي. طبعا طبعا، ده انا ازعل ازعل واجيب ناس تزعل وتبقى حكاية. يا نهار ابيض، انا اقدر على زعلك يا حبيبة قلبي. ربنا يخليكي يا ام رمزي. عايزين من ايدك الحلوة بقى كده شوية بسكويتات صيامي.
بس كده عينيا الاثنين. واكلات صيامي بس بعديني عن السمك شويه. مش عايزه السمك. لا زهقنا. حاضر نعمل اللي انت عايزاه. الله يخليكي. تأمريني امر والله. حاضر. ربنا يبارك فيك ويخليكي لينا يا هلا. يا رب يخليك يا حبيبتي. ويسعدك ويسعد ولادك يا رب. الله يكرمك ما تحرمش منك يا حبيبه قلبي. انا عملت ايه دلوقتي؟ الزيت والزبده، خدت كده معلقتين كبار من البصل المبشوره اللي تبلتها عليهم على طول، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص تاني اللي اتسلقت وبردت وقطعتها. وادي بقى طبعا البصله متبله، فانا مش محتاجه احط اي توابل تاني على الاقل على الاقل دلوقتي. حلو قوي الكلام ده. تقليبه تقليبه اهو، كله كله مع بعضه كده، مش هياخد وقت خالص ان شاء الله. ليه؟ لان الكبد والقوانص اصلا مسلوقه، يعني اصلا مستويه. البصل عملت عمايلها. بعد كده هنعمل ايه؟ ادي الكبد والقوانص بتتسلي اهي معانا. عايزه اوريكم شكلها نورت ازاي، ما شاء الله عليها بجد، يعني تبارك الله عليها وعلى جمالها. تعالي تعالي كده، ما اقول لك كنت هعمل كده. بصوا شايفين لونها ابتدى ينور ازاي؟ شايفين الخل عمل ايه؟ وريحتها طالعه حلوه جدا ما شاء الله عليها تبارك الله بجد. تكمل سواها. وتاني اهم معلومه، ما تطلعيهاش من ميه السلق، تقطعيها على طول كده خلاص. بصوا بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي. شوفوا الكبد والقوانص متقطعه اللي هي مستويه اصلا، مع البصله، مع البصله كمان اللي متبله. هعمل ايه بقى؟ هروح نازله بالرز بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله اهو، حاطين لي رز كتير يا ولاد. ده انا قلت لكم يا دوبك بس حاجه بسيطه، هي كوبايه كفايه. يلا عشان ناخد نحط تحت الحمام الكذاب لما نعمله. احلى حاجه بتتقدم معاه الرز ده. بعد كده لو عملتيه النهارده بالطريقه دي ولقيتي الشوربه الحلوه طلعت لك، الشوربه دي بقى اعملي شويه ملوخيه وشويه لسان عصفور، وتبقى اكله جميله النهارده ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الحركه دي قبل ما ناخد اي تليفون. انا كده نزلت بالرز وشوحته مع الكبد والقوانص، نفس البصله اهي اللي انا تبلتها من شويه وخدت منها شويه مع الكبد والقوانص، هاخد منها كبشه نيه كده مع الرز. واتفرجي بقى على طعم وحلاوه الرز بتاعنا النهارده بكبشه البصل النيه دي اللي في الاخر خالص قبل ما انزل بالميه على طول. تقدري هنا على فكره تحطي برده مكعب مرقه. بصوا كده ننزل بقى بشويه ميه سخنين. عندنا تكايه مهمه جدا، لو انا الرز ده عامله كتير عشان اخد احط افرش تحت الحمام الكذاب، يبقى احط عقد الميه العادي، وبعد ما الرز يشرب ميته اروح واخده منه شويه، وبعد كده اوطي النار واسيبه يكمل سواه. طب لو زي دلوقتي انا هعمل الرز على قد الحشوه بالظبط، هتبقى الميه قليله، هنحط شويه ميه قليلين جدا. بصوا ازاي عشان يتشربها بس يبقى نص سوا. بسم الله كده بس يا ست. شايفين ازاي اهو؟ نقلب بالشكل ده، اول ما يتشرب ميته دلوقتي وينشف خالص هاخده احشي بيه. بس طبعا يفضل ان هو يتساب يبرد، بس انا ما عنديش وقت. تقليبه حلوه، وهنحط رشه قرفه زياده زي ما اتفقنا. مين معانا؟ قولوا لي تاني. يا جيهان اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيف. ازيك يا جيهان؟ اقول لك على حاجه، انا بقالي كتير ما اتكلمتش يا حبيبتي. على طول. لا لا اتفضلي معاكي يا قمر. اول حاجه انت وحشتيني قوي 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 قوي. حبيبه قلبي تسلمي. كده ربنا يديكي الصحه والعافيه ان شاء الله. تعيشي يا قلبي. بايدك الحلوه اللي بتعمليها تطلعي منها كل حاجه حلوه. ربنا يخليك يا جيهان. تسلم ايدك على الكشري اللي انا شفت الحلقه الصبح النهارده الصبح. شفتي جماله؟ انا بقالي كتير ما شفتكيش خالص. حبيبه قلبي تسلمي. وحشتيني قوي 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 قوي. ربنا يخليك يا زينب. سمر وسام الفريق كله اللي معاكي. واشوفك كده في حكه كبيره انا وانت وامك. يا رب يا رب، احلى دعوه واغلى امنيه عندي والله. ربنا يبارك يا رب. ربنا يرزقنا كلنا يا رب، اللهم امين. وانا انا شفت الحفله بتاعتك واقول لك انت مبروكه في طاقتك ان شاء الله على خير يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، وكلنا مع بعض بإذن الله على خير يا رب. نقلب تاني الرز. شوفوا سرعة الحشوة،
خلاص الرز اهو اتشرب، تقليبه تاني. بسم الله ما شاء الله، سامعين الصوت ده؟ بس يا ستي الله على الريحه اللي طالعه، حلوه جدا جدا جدا. خلاص كده الحشوه جهزت معايا، نطفي عليها النار. ايه ده انت بتتكلمي بجد؟ والله العظيم اوام كده الحشوه خلصت؟ معقوله يعني انا اوام كده وانا واقفه اعمل الحشوه كده اوام؟ ايوه، بس هنسيبها بس تبرد، لكن انا ما عنديش وقت، انا هضطر دلوقتي اشتغل بيها للاسف سخنه، بس انا ما بحبش الحركه دي، كذا مره قلت لكم غلط. هنحطها بقى في طبق ونشوف، ونشوف جمال حشوتنا النهارده. بصوا اهي، دي اسمها كده نص سوى، عاملينها نص سوى يا جماعه، عشان معلومه مهمه جدا، عشان الوراك عندنا النهارده هتتسلق، يعني لسه هتاخد وقتها في الميه تتسلق اكتر واكتر وتستوي اكتر واكتر، فيبقى الرز بتاعنا نص سوى بس كده، تمام التمام، 100 فل و10. وبعدين يا ستي هنعمل ايه؟ منديل مش عايز يطلع، بس تعالوا لي بقى كده نتبل الوراك، والتتبيله اللي احنا عاملينها النهارده ممكن جدا جدا ما تقعديش الوراك في التتبيله، يعني انت ممكن بمنتهى السهوله زي ما انا هعمل دلوقتي تبلي زي ما انا هعمل كده واشتغلي على طول، برضو هتديها طعم في منتهى الجمال. مين معانا؟ استاذه ليلى، اهلا وسهلا. الو، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازيك يا مدام هاله؟ احنا بنحبك قوي، ربنا يخليكي. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي تحت امرك. احنا بتوحشينا الاربع والخميس والجمعه، والله وانتو يا ريت تزعلنا في الايام دي الحلقات المعاده اللي احنا طلبناها. حاضر، نوصل طلب حضرتك للاداره. حاضر، من عينيا. متشكره جدا، شرفتيني يا حبيبتي، شرفتيني. طبعا لميس سامعه مش عارفه، يا ريت والله يا جماعه، انتوا كمان والله بتوحشوني جدا، وانا عارفه عشان انتوا متعودين ان احنا مع بعض بقالنا سنين بنبقى مع بعض الاسبوع كله. بصوا بقى، تعالوا هنا، تعالوا لي حالا حالا حالا، عايزين بس نجيب بلانشا عشان كل اللي فات حاجه، واللي هنتكلم فيه دلوقتي ده حاجه تانية. نجاح وصفتك كلها، الوصفه المحترمه الجميله، هيتوقف على اللي احنا هنتكلم فيه ده دلوقتي. قولي لي مين معانا الاول؟ يا سمر اهلا وسهلا. ازيك يا سفاري؟ اهلا يا سمر، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ عامله ايه؟ طيب يا رجل، انت الحمد لله. انت منين يا سمر؟ بتكلميني منين؟ من جني. من هنا، اهلا وسهلا، تحياتنا لاهل هنا كلهم، نورتيني. اهلا عليك يا اهل هنا كلهم. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، نورتيني يا قمر. يا اهلا استفادي. الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه والله. اشكرك، واحلى صباح على عيونك وعلى اهلنا كلهم في هنا. بصوا بقى، تعالوا لي هنا كده. اول حاجه لما اطلب الحمام الكذاب او خلي الوراك عشان يتعمل بيها الحمام الكذاب من بتاع الفراخ، اول حاجه اقول له لو سمحت انا عايزه الدبوس بتاع الورك يطلع لي على شكل قرطاس. ده سر نجاح الوصفه. اي حد بتشوفيه يعمل الحمام الكذاب دي مفتوحه، قولي له شكرا مش عايزه منك الوصفه، وش كده على طول، هو ده السر. القرطاس ده يا سمر، ده مش مهم الباقي يتقفل صح، مش مهم الباقي يلم على بعضه، هياخد شكله برضه في ميه السلق، لكن ايه المهم؟ المهم عندي القرطاس ده، الحته دي. بصوا لما احط صوابعي كده، شايفين المنظر ده؟ مع طبعا العظمه دي الاساسيه بتاعه الورك بتاعه الدبوس، المنظر ده هو ده اللي بيظبط لي الشكل، اللي يديني شكل الحماميه بالظبط. فمن فضلكم تقفي على ايديه، او لو بتكلميه في التليفون قولي له انا عايزه الدبوس بتاع الورك يديني شكل القرطاس بالجلد بتاعه سليم كده اهو، شايفين ازاي؟ اهو بالمنظر ده. طيب هعمل ايه بقى؟ هاجي كده اشوف اللحم، في اي حتت في اللحم تخينه؟ اه، في الحته دي مش عجباني، تخينه شويه، هاجي كده هنا بالراحه كده وافتح كده على بسيط اهو، شايفين ازاي؟ تفرد كده معايا من غير ما اقطعها للاخر، وبعد كده هنا تمام. اجي بقى بوز السكينه واعمل شرايح كده
عشان ده بيساعد على التسوية المظبوطة اهو. يلا بينا بهذا الشكل، شايفين ازاي فتحتها ازاي؟ طيب فتحتها بس هي برضو لسه تخينة، لازم لازم نديها دقة. كل دي عوامل نجاح وصفة محترمة معاكي تخليكي أستاذة، أستاذة إن شاء الله بفضل الله في الحمام الكذاب. دقيقتين كده بصوا المنظر، شايفين حتى الحجم الجناح نفسه كبر ازاي. بعد كده هاجي بقى عند الدبوس اتاكد من بصوابعي دي ان الدبوس كده سالك ما فيهوش عظمه، لو لقيتي لسه فيه بواقي عظمه ولا حاجه تشيليها. وبعد كده هاخد من الرز وابتدى يبرد اهو الحمد لله، وزقي كده عشان الرز هو اللي هيدي الشكل ده. حلو قوي الكلام ده. وبعدين اهو شايفين ازاي، زقي كده كده بهذا الشكل. اهي انا تبلته طبعا بالبصل، والبصل المتبل تبلت الورك كويس قوي وعصرت عليه نص الليمونه. ماشي كده. اهم حاجه عندي بصوا المنظر، لو قفلت كده شايفين هنا بصوا ايه اللي حصل، شايفين ده واخد الشكل ازاي، وهو ده المطلوب. طيب عندنا بقى تعالوا لي كده اهم حاجه عندي وحركه جديده انتوا مش متعودين عليها. معلش يا سمر هتعبك معايا شويه يا اختي. انت خلاص كده فوضتي امرك لله فيا. قولي قولي قولي. بصوا بقى التقفيل المظبوط اللي ما يغلبكيش ولا يخلي الرز يطلع منك في السلق وهو لسه فاضي. انا ما حطيتش اهو حشوه هنا قبل ما احشي، هروح لما الاول الجلد على بعضه كده. وناخد خله، هي الخله بس هي النهارده اللي هتبقى البطل معانا، لان ده مش الحمام الاصلي، ده حمام كذاب يعني. دي الوراك ودي خله تطلع العين، اختاروا الخله اللي بوزها شويه رفيع اهو، اللي سنها كده رفيع. شكرا يا بنات، يومكم جميل النهارده، اصبروا عليا يومنا زي العسل ان شاء الله. ندخل كده بالشكل ده، دككي بقى يعني. بصوا انا عماله اتحايل على الرغم ان الخله دي سنانها تخينه شويه، لكن بندكك برضو بنتحايل على الموقف اهو. امشي كده طول ما انت لاقيه جلد قدامك امشي. خلي بالك يا شيفاله، ده انت عماله تقفلي كده ومفيش رز جوه، ده انت حطيتي الرز في القرطاس بتاع الدبوس بس. ايوه واخده بالي يا قمر، عشان انا هسهل عليكي الحشوه من غير ما رز يطلع منها. بصوا قفلتها ازاي. طيب واحده كمان هنا اهي كده، بسم الله بالشكل ده. وبرده خله كمان. بصي خدي الاول الحرف ده كده، وبعدين خدي ده، وبعدين دككي كده، شوفوا ازاي عشان تتقفل معاكي زي الفل. الطريقه دي يا جماعه حصريه، حصريه في مطبخ هاله على قناه النهار، حصريه. طريقه تقفيل الورك بالشكل ده حصري عندنا في مطبخ هاله وبس. ماشي اهي قفلتها كده. طب فين بقى ده كده، دي فاضيه من جوه. تعالي بقى شوفي، بصي اسهل طريقه للرز خلاص انا عملتها كده، كلها بقت عامله زي القرطاس. احشي بقى الرز من هنا كده، الرز عمره ما يطلع لك منين، ما يطلع لك من بره كده. انت كانك عملتيها فعلا فعلا حمامه مقفوله. اثناء الحركه دي حلوه، اثناء دي جبتها منين اثناء دي يا سمر؟ في خلال هذه المرحله تكون الشوربه بتغلي جدا عندك على نار عاليه، تكون بتقطع نفسها من الغليان. انا عايزه الورك الجميل ده اول ما ينزل يقفل على نفسه من غليان الميه وما يطلعليش رزايه، رزايه ما تطلعش، نزعل جدا اهو. وطول ما انا بحشي كده ايد بتحشي والايد التانيه عماله توزع الرز جوه بالمنظر ده. بس حشينا الرز، قفلي كده اخر خله هتكون معانا وعلى طول ننزل في الميه.
وخلي بالكم من حاجه، انا كل ده وشغاله بالجلافزات عماله اتزحلق وتطلع عيني، وانا ولا انا هنا، انا عامله ان انا مش واخده بالي يعني. بصوا اهو، خدي كده من الجلده للجلده اهي، وبعدين خديها كده، وبعدين خديها كده، تبارك الله عليها ما شاء الله تبارك الله. بصوا المنظر بقى متقفله ازاي، بص يا سمر اهي كده، مفيش رزايه تطلع، وكمان استفيد بالشوربه. ودي فكره الحمام الكذاب بتاعنا النهارده اللي انا هسميه لكم العالمي. بصوا اهو، عمركم شفتوا الطريقه دي في اي حته؟ كله بيقفل بفويل، كله بيقفل بستريتش، لا 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 خالص، بالكتير قوي ممكن يدخلوه الفرن. لا النهارده يا ستي بقى كاني بسلق فراخ بالظبط عشان اخد شوربه. يلا بينا نعلي النار، زي بقى بالظبط فكره زي ما قلت لك الحمام الاصلي او فكره الممبار. هو احنا الممبار بنربطه، الممبار بنلفه في ستريتش، ابدا برضو الميه تكون بتغلي كويس قوي. ودلوقتي لما اجي اسقط بقى الحمامه، دلوقتي بقت حمامه، اسقطها فين؟ على الناحيه اللي كانت مفتوحه. بص ازاي اهي، بسم الله. بس يا ستي انزلي كده يا قمر، كل العدد اللي عندك تنزليه كله في مرحله واحده، يعني ما تحطيش واحده وبعدين تروحي تكملي تاخدي لك فيها مثلا بتاع 10 دقائق وبعد كده ترجعي تروحي حاطه الباقي. لا خلي كله كله يبقى تسويه واحده بس كده. طيب ماشي، وبعد ما يطلع بقى يا ستي من الشوربه هياخد له بالظبط نفس تسويه الفراخ العاديه جدا خالص، يعني ما فيش اي فرق بينه وبين تسويه الفراخ. يطلع لي بقى بالشكل ده، اتفرجوا بقى على جمالها. بصوا شايفين شكله عامل ازاي اهو، متقفل وزي العسل. دي شالت ماشي اهي، خلاص هو كده مش محتاج الخلة، خلاص هو قفل على نفسه زي الفل. هجيب صينية، قدامك بقى حاجة من الاتنين، يا تحمريه في الزيت زي الحمام العادي وهيتحمر معاكي هو قفل وزي الفل خلاص، يا اما بمعلقة زبدة وتدخليه تحت الشواية في الفرن يديكي لون بالظبط بالظبط الحمام الاصلي بالظبط، كأنك فعلا النهارده عامله حمام. ممكن زبده، ممكن زيت، ممكن سمنه، بس الزبده حلوه رقم اتنين بعد الزبده في الخطوه دي الزيت بالشكل ده اهو، وهنا وهنا. طيب انا طمعانه ان انا اخلي الحمام بتاعي ده مقرمش من بره والجلد بتاعه كده بيقرمش، الزبده هتديني النتيجه دي مع تكايه صغنونه خالص. يلا حاجة بسيطة خالص، اللي هي بعد ما ارش بالزبدة كده، اما امسحه بالزبدة هروح حاطة رشة ملح على الوش، هي دي اللي هتديني القرمشة الحلوة بتاعة الجلد وبتاعة الحمام من بره. بس كده يا ستي، يلا بينا تحت الشبكة، وافضل واقفة جنبها كل شوية اقلبه، هيطلع لك بقى بالجمال والحلويات اللي سمر هتوريها لكم دي قبل ما نختم. يطلع لكم بقى كده متحمر، الجلد بتاعه مقرمش، شايفين ازاي؟ عسل النهارده، عسل ولا اي وجع قلب ولا اي اندهاشه. تعالي كده يا سمر اخر حاجه اللي لسه حاطينها دلوقتي، تعالوا نشوف كده لا قدر الله فتحت. بصوا طب الرز نزل ابدا، شايفين قفلت ازاي؟ الجلد قفل ازاي؟ بصوا المنظر اهي ولا الهوا. طب اشوفها كده من الجنب التاني، عايزه اوريها لكم كده من وشها اهو، بصوا اهي كلبوزه كلبوزه كده، عسل ومليانه حشوه وزي الفل. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. دلوقتي عملنا الحمام الكذاب بطريقه سهله جدا وحصريه حصريه حصريه، من غير اي فويل، من غير اي حاجه، وكمان هاخد شويه شوربه عسل. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل فقراتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا عرايسنا الامامير اللي زي العسل دول اللي تحسي كده انك عامله اميره الاميرات النهارده، وكمان رجعنا بالذكريات شويه لورا للجيل والاغاني اللي تربينا عليها، وصلنا بقى دلوقتي لفقره مهمه جدا. تعالوا بس الاول نتفق على حاجه، مفيش بنت اسمها وحشه ومفيش بنت اسمها حلوه، كل البنات جميلة وكل بنت عندها لمسة من الجمال. ربنا سبحانه وتعالى قسم علينا النعم بالتساوي، كل حد فينا عنده حاجة جميلة فيه. المشكلة في ايه بقى؟ المشكلة في حد بيعرف يظهر الجمال ده ويهتم بيه واللمسة الحلوة دي، وفي حد لا ما بيعرفش وبتستخبى وراء المشاكل اللي بتظهر أو المشاكل اللي هي بتسببها من غير ما تعرف. عندنا النهاردة الشعر والبشرة من أجمل نعم ربنا علينا، في كتير بيهتموا بالشعر والبشرة فبيظهروهم وبيظهروا جمالهم، وفي لا بيبقى شعرها جميل بس هي بطريقتها بتبوظه وبتطلع فيه مشاكل كتير جدا يعني احنا في غنى عنها. النهارده منوراني ومشرفاني دايما استاذه نجلاء سرحان اللي هتعرفنا المشاكل دي نحلها ازاي، وازاي اقدر اعتني باجمل نعم من نعم ربنا عليا الشعر والبشره. النهارده استاذه نجلاء سرحان معانا، دبلومه التغذيه العلاجيه باكاديميه السادات ودبلومه التجميل والليزر ومدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ اهلا بيكي، وحشتيني حبيبتي ما شاء الله تحفه، والفكره جميله وبسيطه وسهله لطيفه والالوان مبهجه. ما هو ده تلاقي الاطفال بقى تحب الكلام ده، تلاقيهم زيتين دلوقتي فرحانين دلوقتي. لا يا حبيبتي جميله، تسلم ايدي حبيبتي. قبل ما نبتدي في اي حاجه وقبل ما نتكلم فعلا انا ازاي اهتم بجمالي وازاي ابرز حاجه ربنا وهبها لي، قبل كل ده السؤال اللي جالي على الصفحه، العروض لسه مستمرة ولا هنزعل مع بعض ونقول خلصت؟ بصي العروض، بس احنا عندنا ضغط كتير بس العروض مستمرة، بس احنا خلينا النهاردة 20 حالة بدل 50 لان في ضغط جامد على الحالات. احنا خدنا اول 20 حالة متصل في ضغط كلهم بيجوا كلهم بيجي على المراحل حسب المواعيد بتاعتهم وحسب المواعيد بتاعتنا بنحدد لهم، والحمد لله بدأوا يجوا الحمد لله رب العالمين وبدأنا نشتغل معاهم مبسوطين جدا. وعايزه اقول لك بقى انا شفت حالات كتير ثاني. العروض النهارده في 20 حاله، في 20 حاله الاول 20 متصل، 20 حاله فرد شعر مجانيه. حلو قوي. تمام. طيب وعندنا 5 حالات بالنسبه لتنظيف البشره. حلو، يبقى دي عروضنا النهارده بالظبط، 5 حالات اللي هياخد مجموعه البشره. يبقى النهارده يا جماعه عندنا 20 حد هيفرد شعره مجانا، وخمس حالات لتنظيف البشره. اسكتوا على زي بقى الافرات اللي موجوده وجمالها. جربتي؟ فظيعه والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. يعني جربتي يا شيف؟ اول 20 متصل فرد شعر مجانا هيشتري المجموعه عادي وبيجي يعمل استيشن في المركز مجانا. واول 5 حالات للبشره مجانا. اول 5 حالات هياخدوا مجموعه البشره، هياخدوا تنظيف البشره مجانا. طب تعالي بقى نتكلم على الاسئله اللي انت قلتي حاجه حلوه في الاول، مفيش ست حلوه وست ما هي دي النقطه، هي كل واحد فيه فعلا جمال يظهره، وفي واحده مهمله بالظبط بتهمل في نفسها في بشرتها في شعرها. ايه كلمه صعبه؟ لا معلش بس هي مهمله برضو، بحمل في نفسي يعني على حساب ايه؟ طيب يعني انا احب نفسي يعني ادي وقت كده شويه ان انا اهتم ببشرتي بشكلي بنفسيتي بشعري، وشعر المرأة تاج المرأة بيحول 180 درجة فعلا. أنا عايزة أقول لك ناس بيبقوا واقفين قدام المراية بعد ما بنخلص، دي أنا بالظبط كده، دي أنا هو دي أنا، يعني أنا مش مصدقة شعري إن هو ده. طب صحيح. يعني هو هيفضل من كتر حلاوة الشعر والسيشن ما شاء الله، ويمكن الحركة الشهيرة اللي أنا بيها دلوقتي على الفيسبوك إن أنا بشد الشعر قدام الناس عشان أوريهم قد إيه الشعر قوي جدا وسميك وما بيحصلش فيه حاجه ولا بيأستك، الكلمه اللي هي الشهيره ان الشعر بعد البروتين بتلاقيه أستك ويتفرفت ويقع، مفيش الكلام ده خالص، فيه ترميم. احنا بنعمل حاجتين اتنين يا شيف هاله مع بعض، فرد وترميم الشعر، يعني بفرد وبرمم. ستات كتير وبنات كتير بيبقوا نازلين الجامعه او نازلين شغلهم او مش عارفين وشايلين عندهم السيشوار
والبيبي ليس اللي دمرت شعره. ده لدرجه دلوقتي اتعمل ميني ميني مكوى ميني صغيره بتتحط في شوفي لدرجه ايه بقى بيفضلوا في الحتت دي يهروا يهروا فيها فتلاقيها مقصفه كلها وشكل الشعر واقف من صح. كتر البتاع يعني مقصف خالص وشكله مش حلو خالص. طب ليه اهلك شعر ليه طب ما انا استخدم حاجات طبيعيه ترمم لي وتفرد لي الشعر بطريقه طبيعيه وتطري جدا, بالظبط. انت شفتي اكيد الحالات اللي عندنا عامله ازاي وشعرها الناس مش مصدقه من كتر طراوه الشعر. يعني يقول لك لا انا كنت بعمله بره بلاقي الشعر مشدود جامد والشعر مش حلو خالص وواقف مشدود فتحسي ان هو فيك ما بالزبط. هوش طبيعي يعني مش تعملي كده. لا امبارح بقوا يعملوا كده مثلا شعرهم تلاقيه شعر بينزل في بنت فان في بنوته امبارح قالت لي ايه انا كان نفسي في الحركه دي من زمان والله لدرجه ان في ناس جايه لي كبار عندهم 20 سنه او 25 سنه تقول لك انا كان نفسيتي تعبانه من وانا صغيره كنت بكره اروح المدرسه والله قالت لي كده امبارح قالت لي انا كنت بكره اروح المدرسه من كتر ما بشوف شعر اصحابي اللي ناعم وانا شعري طول الوقت انا محتاجه وناس فروه الراس التهبت من كتر ما الام بتبقى متعصبه على شعر لانه شديد عليها قاسي عليها في الشعرايه عشان تفردها فلقيت عنها. لقيت اطفال حتى جايه تقول لك انا مش قادره وعندهم فوبيا من قصه حتى الفرد لانك مش قادره المشط تحطيه تلاقيه يعمل كده. طب ايه ده بسبب ان طبعا تسليك الشعر نفسه بيبقى صعب قوي فالام بتضطر تسلكه جنب فده بيعمل التهابات في فروه الراس ويخلي البنت طول الوقت ده حاجه بتوجعها طبعا. طب صح. ليه اعمل ده واستنى الحاجات دي كلها؟ طب ما انا ابدا ان انا اذا كان بنتي صغيره سن 5 سنين ل6 سنين انا بقول دايما من سن 5 سنين ل6 سنين بلاش ندخل في المراحل اللي قبل كده. الشعر بيغير طول الوقت يعني احنا شعرنا اللي احنا اتولدنا بيه دلوقتي مش هو هو شعرنا سوري شعرنا اللي اتولدنا بيه مش هو نفس الشعر دلوقتي اللي احنا يعني حضرتك بيتغير. تنصحي لو انا مثلا عايزه اعمل شعر بنتي من 5 سنين ل6 سنين يعني من 5 سنين ابتداء من 5 سنين ابدا اشوف الشعر يتعمل بمنتهى الامان بالظبط. طيب انا شعر بنتي قبل كده وهايش ومقصف اسيبه دلوقتي مش هسيبه لا طبعا اسيبه ازاي استخدم شامبو يعني قصدي ما اجيش ناحيته لا. في بروتين بس ارعيه بقى علشان يبقى ناعم والهيشان ده يلم والحاجات دي كلها تروح التقصف اللي عندي يروح لكن بلاقي امهات شاده الشعر من ورا تلاقي النحله دي. طيب اعمل ايه؟ ابدا ان انا استخدم هير ماسك ليها استخدم مجموعه زيوت طبيعيه تغذي الشعر تعمل لي تغذيه لفروه الراس والبصيلات حمام زيت ابدا ان انا استخدم شامبو طبي ده اللي قبل سن 5 سنين حلو سيرم للشعر الفك التشابك. طيب تعالي بقى نتكلم عن مجموعتنا النهارده والمجموعه دي انا لاحظت بصي انا هقول لك انا مبسوطه قوي من المركز بصراحه لان ادوني طاقه ايجابيه حلوه قوي ودوني ان انا كل حد جاي فعلا بيقول لي حاجه انا كنت بقولها لاي واحد تقول لي الكلام اللي بتقوليه فعلا حصل معانا يعني لما اجي اقول مثلا مجموعه البروتين فيها بروتين وفيها شامبو وفيها الهير ماسك وفيها السيرم انا عندي 4 حاجات. الست كانت بتروح تفرد شعرها بره طبعا زائد ان هو بلس ان هو بيتدمر لا ده كمان ما كانتش بتاخد المجموعه ما كانتش عارفه تستخدم شامبو ايه ما استخدم شامبو ايه فتروح تستخدم اي شامبو ممكن يبوظ لها البروتين اللي هي عملته. في كارثة تانية في بلاد في الأرياف الشامبو ده بيتباع في الصبانة سايب ده كارثة معمول على الإيد بقى دي كارثة دي كارثة تانية وبيبوظ الشعر بيقطع الشعر وبعدين بيعملوه نفس تركيبة الحاجات اللي هي الغسيل المواعين والحاجات دي. طيب خلينا نقف لغاية كده ونطلع فاصل ونرجع نكمل بقى كلامنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. اول فاصل كنا بنتكلم على ازاي انا عندي مشكله بدل ما اعالجها زي ما دكتور نجلاء قالت بهملها فالمشكله بتزيد وبتغطي على جمالك. لو انت مثلا عندك شعر حلو بس اهملتيه بيقلب بتساقط بهيشان بتقصف بيبي العكس تماما لو انا اهتميت بشعري وبصيت لقيت شعري اتغير فشكلي نفسه اتغير. كانت استاذ نجلاء بتكلمنا على مجموعه البروتين وبتعمل ايه في الشعرايه ومكوناتها ايه نعرف منك بقى. تعالي بصي سريعا مكونات البروتين ايه اللي بتدي سمك للشعرايه وبتدي فرد وترميم. احنا عندنا بروتين عندنا كراتين عندنا كولاجين عندنا احماض امينيه كل دي المكونات فيتامين اي واي وعندنا كمان زبده الشيا وزيوت طبيعيه تمام. بس كل المكونات دي مش هتلاقيها بجد بامانه
في منتج بروتين بره. ليه؟ بره بيبقى يتحط البروتين والفورمالين بس، لازم فورمالين، لازم فورمالين بره. فلا بس في بديل للفورمالين طبعا، في بديل ان انا احط مكونات طبيعيه تعلي لي المحتوى المائي وتغذي لي الشعريه وتشوفي الهيلث اللي انت شفتيه والشعريه طريه وبتلمع كده. طيب كل المكونات دي موجوده فين؟ في البروتين. عندنا الشامبو نفس مكونات البروتين، عندنا الهير ماسك نفس مكونات البروتين، السيرم فيه نفس مكونات برضو البروتين اللي هو ايه؟ الزيوت الطبيعيه اللي موجوده فيه. خلاص تمام. طيب في ناس تقول لك السيليكون اللي موجود في السيرم، لا السيرم فيه سيليكون طبي، السيليكون دلوقتي الناس بتحطه جوه اجسامها فمفيش منه اي مشكله خالص، ومفيش اي مشكله على الشعر، بالعكس بيبقى طري محطوط بنسب معينه وبيبقى مخلوط مع زيوت طبيعيه فبيغذي الشعريه، بيعمل لي كفر للشعريه. يبقى انا مش مجرد عملت كفر بس زي مواد تانيه بره، او مجرد انها بتشد الشعريه، لا ده انا بعالج وبغذي، بشتغل على الطبقات الداخليه والخارجيه. يعني بدخل جوه ارمم الشعريه، بيبقى فيها حراشيب كده في الاخر كده. نشوف فيديو كي. يلا بينا نشوف فيديو قبل وبعد. بصي يا شيف هالة الشعر بقى عامل ازاي. بصي الشعرايه هنا هيشه مجعده ما فيهاش حيويه. بصي الشعرايه بتنزل ازاي، ناعمه صعبه ومؤلمه لصاحبه الشعر ده، يعني ذاب بصراحه، يعني الله يكون الشعر الشعر صعب وبعدين بهتان. انت مش لاحظه ان هو ما فيش حيويه؟ بصي الشعر هنا برضو. بصي الشعرايه من جوه حتى يا جماعه مجعده جدا. انا عايزه اقول لكم حاجه، ده في المركز، من داخل المركز في عندنا في حالات من دي انا شفتها بنفسي. يعني في نفس الحالات دي بالظبط انا شفتها بنفسي، منهم طفله ومنهم ست مسنه فوق الستين سنه، اللي هي بتقول انتوا كنتوا فين من زمان، انا اتعذبت طول عمري بشعري. فربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. بصوا المنظر، بصي الشعر بقى عامل ازاي. بصي اللي هنا برضو. بصي الشعر بكل انواع دي بقى، الحاله دي كانت عامله بره البروتين، عملته بره وبعدين رجع تاني. بصي خلي بالك دي طفله عسولة. طفله ست سنين مبسوطه قوي 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 وهي بتعمله وقالت انا نفسيتي اتحسنت، وانا طفله صغيره بتتكلم عن نفسيه. انت يعني انت يعني فبصي بقى الشعر هنا برضو كيرلي وهش ازاي. هش وكيرلي ومجعد. وعلى فكره فائد للحيويه، يعني يجي لك الشعرايه ناشفه يعني وانت بتمسكيها مليانه حراشيف. افهمك يعني ايه حراشيف دلوقتي بعد ما خلص. بصي الشعر برضو فرند افتر، كل انواع الشعر موجوده، من اول الويفي البسيط اللي هو بصي المجعد الافريقي لحد تحول لتحول ايه. هل معنى كده ان لو حد صحية كان عامل شعره بره وباظ يعملوا في المركز بمنتهى السهوله؟ يعملوا عادي ما فيش اي مشكله خالص. بس احنا بقى بنسال انت كنت عامله بروتين من قد ايه، عامله صبغه من قد ايه، عامله حنه من قد ايه. ينفع كمان الشعر المسبوق؟ طبعا ينفع الشعر المسبوق طبعا. لا الحنه لازم يكون عدى عليها وقت معين لان الحنه بتطرد البروتين. الحنه يكون عدى قد ايه كده؟ يعني مثلا من 3 شهور ل 6 شهور. على 6 شهور يبدا ينزل. وبنعمل تيست كمان اختبار هناك، بنعمل اختبار على الشعر هيقبل معايا علشان عليه حنه ولا لا. والصبغه برضو نعمل البروتين عادي؟ والصبغه نعمل البروتين عادي ما فيش اي مشكله. عايزه اقول لك بقى ان بمناسبه الصبغه دي عشان احنا سالنا عليها كتير وناس تطلع بره تعمل الصبغه، تلاقي احنا عندنا في المركز في صبغه مخصصه للبروتين ما فيهاش امونيا، فري امونيا، عشان تحافظ على لون الشعر وتحافظ على التراوة بتاعت الشعر نفسها. طب بالنسبة للتساقط بقى، ندخل على التساقط. طيب التساقط مشكلته غير، يعني غير الشعر اللي بيقع بيدي سن أكبر من السن. بالزبط. يعني الفراغات اللي بتظهر من قدام كمان، او القوره لو عرضت شويه او كبرت شويه بتحس كده ان السن كبر. العكس بقى تماما، الفراغات دي لو اتملت تحس ان احنا بنصغر في السن. تحسي ان فعلا، ما انا بقول لك الشعر تاج. هو يا يصغرك يحليكي يا يوحشك. فالفراغات طبعا عند الرجاله الشعر بيرجع لورا، يبدا يصلع يرجع لورا. الستات ده من فضل ربنا علينا ان احنا بنفضل شعرنا موجود بس الشعر بيخف من المنطقه دي. فيبدا الشعر البصيلات موجوده والشعر بيخف. طبعا احنا بدانا في اورجانيكا قلنا طيب في مشكله ان احنا عايزين نشتغل عليه. طب هي مشكله خلاص الشعر المجعد اشتغلنا عليها، بدا يجي لنا ناس طبعا من اثار البروتين اللي بره. طبعا الناس بدا يبقى عندها فراغات. انا امبارح جايالي حاله بنوته 13 سنه بتقول لي الحته دي كلها وقعت عندي. يا حبيبتي والله مامتها بتقول لي الحته دي المنطقه دي كلها بعد ما خلص على طول مباشره البروتين وقع. يا خبر. قلت لها بالظبط، قالت لي مش ممكن، قالت لي شعرات دمر. قالت لي شعرات دمر وشعرها كان طويل. كلهم بيجوا بيفرس ناس يقول لك شعري كان معدي ضهري وكان تقيل وفجاه الشعر اتخسف بيه الارض. طب احنا بدانا بنوصف لهم ايه بقى؟ بالظبط
بدأنا كمان نشتغل على الأسباب التانية. أنت عندك أسباب إذا كان حد بيعمل دايت قاسي، عنده أنيميا، سشوار كتير، مكوى كتير، لبس بواريك، حجاب على شعر مبلول، أنا دايما بقولها لخبطة في الهرمونات، تقدم في السن، حاجات كتيرة جدا، أسباب كتيرة جدا للتساقط. طيب إيه الحل بقى؟ إن إحنا بدأنا نشتغل على حاجة طبيعية. إحنا الهدف من شركتنا إن إحنا نشتغل في حاجات كلها طبيعية. طيب بدأنا نقول إن إحنا اللوشن، الدراسات العلمية اللي بره كلها قالت إيه؟ قالت إن الكافيين مسرع لنمو الشعر. مادة الكافيين. الكافيين مسرعة لنمو الشعر وبتنبت الشعر. طيب حطينا كافيين، حطينا قهوة خضراء مضادة أكسدة طبيعي عشان يحافظ على الشعرية من الشيب. إيه ده، الشعرية بتشيب شباب الشعر. الشعرية بتشيب. طيب يبقى بتحافظ لي على الشعر مضادات أكسدة. حطينا فيه فيتامينز عشان يغذي فروة الرأس، أنا لازم أعمل تغذية عالية. حطينا فيه جينسينج، الجينسينج منشط للدورة الدموية. حطينا فيه مادة السوبالميتو، والمادة دي بتساهم في مكافحة هرمون الدي اتش تي اللي هو الهرمون المسؤول عن التساقط عند الستات وعند الرجال. كل ده في مجموعة التساقط معانا، ومجموعة من الزيوت الطبيعية كمان اللي هي زيت بذرة الكتان، أوميجا 3 وأوميجا 6. حلو جدا. عندك كمان طبعا عندك الجوجوبا، زيت الزيتون، زيت الألوفيرا، كل الزيوت الطبيعية اللي بتساعد برضو معايا على التغذية. حطينا زيوت وحطينا كافيين. في ناس استخدمت كافيين تقول لك الكافيين بينشف الشعر لوحده بره. لا، الكافيين معمل له بالانس ما بينه وما بين المواد الطبيعية اللي موجودة فيه عشان كمان تلاقي الشعراية طرية ما تنشفش ويسرع من نمو الشعر. يبقى انا حاطه كام معزز؟ يجي 4 معززات في المنتج نفسه، حاطه حوالي 4 معززات لنمو الشعر. بعيد عن اي حاجه كيميكلز، ما فيش مينوكسيديل فيه، يعني انا دايما بقول حتى البروتين زيرو فورمالين، والماده انبات الشعر الكورس انبات الشعر ما فيهوش مينوكسيديل. بلاش المينوكسيديل، المينوكسيديل ماده بتتحط على الشعر، دي ماده كيميكال بتطلع الشعر وبعد كده يبدا الشعر القديم والجديد يقع لو نسيتيه. لازم تعيشي عليه مدى الحياه، على طول تفضل تستخدميه على طول. طب احنا مش عايزين شامبو برضو سريع. الشامبو ده نفس مكونات اللوشن، والزيت نفس مكونات اللي موجوده برضو في اللوشن. فهي بيتصلوا طبعا بالفريق الطبي، بيشرح لهم بالظبط تكنيك اللي هيشتغلوا بيه بالمجموعه التصاقط. طيب العنصر الرجالي عشان ما يزعلوش مننا، هو نفس القصه، اكتر ناس ساعات بيبقوا محتاجين فعلا مجموعه التساقط. تنفع معاهم؟ تنفع طبعا معاهم. انا جالي حاله ممكن نبقى نشوفها مع بعض دلوقتي، لو في صور يا جماعه نزلوها. لا فيها فراغات وبدانا نشتغل لها بالديرما. اهي بصي، انا عايزه بقى نثبت شويه على دي. بصي الفراغات كانت عامله ازاي، شوف هاله. بدانا نشتغل على الشعر، في فراغات كتير في الشعر، الشعر خافف جدا وفي فراغات كتير في النص. ماشي، وكان عنده سكار كده في راسه كمان، فبدانا نشتغل عليها بخلايا جذعيه مع المجموعه. مع المجموعه؟ عملنا جلسات خلايا جذعيه مع المجموعه. بصي الصور بقى بيفور اند افتر. طبعا باينه جدا. بصوا بينا. اخر صوره باينة ازاي ما شاء الله، يعني بالزبط. يا فرحته، يعني ده تلاقيه فرحان فرحة سنين جدا. يعني ده مش مصدق، يقول لي كل الناس بتقول لي انت زرعت شعر ولا ايه. ناس مفكرينها صورة زرع، هي مش صورة زرع، هي دي الديرما بن، وبنحقن بيها خلايا جذعية في الشعر. بندخل بيها المادة داخل البصيلة، وفي نفس الوقت انا بنشط فروة الرأس. دي الميزة في الديرما بن، انها بتنشط فروه الراس او تنشط البشره. يعني هي بتبدا عندي تدخل الماده داخل البصيله نفسها، وتبدا الشعره بعد كده تبدا تنمو عندي، وطبعا باستخدام اللوشن. طب انا عندي حالات تانية عندها تساقط تستخدم اللوشن بس، طب فراغات كبيره زي ما احنا شايفين كده، او الالوبيشيا الثعلبه، تستخدم التكنيك ده، او الصلع الوراثي اللي بقاله فتره. ما احنا بصي في انواع صلع وراثي وفي تساقط وراثي. بصي الشعر هنا عامل ازاي، في الستات زي ما بقول لك من النص يبدا الشعر يفضى، ومن قدام مطرح ما على طول فرقه شعرها مثلا او مرجعاه لورا. دي بقى الشده بتاعه الشعر برده، شايفه البيبي هير بدا يظهر ازاي. وبدا يتقل. فرند افتر. ولون الشعر يا شيف هلا بيتغير، خدتي بالك؟ لون الشعر بيتغير، بيبقى غامق. يعني طب اقدر اشوف النتيجه دي بعد قد ايه مثلا؟ بصي انا دايما بقول من 3 شهور ل6 شهور. عدد الجلسات بيتحدد، اللي هي الخلايا الجذعيه للاماكن اللي هي الفاضيه بيتحدد من بعد اول جلسه. انا بقدر بقول لك، ببص عليه وبقدر اقول لك ان الشعر مثلا هياخد من 4 ل8 جلسات حسب، او اكتر شويه يعني حسبها. يعني انت بتعرفي على طول؟ طبعا بعرف على طول، وبعد اول جلسه بنبدا بقى نحدد، طب لا السيشن دي هتبقى مثلا اقل شويه، لا اكتر شويه كده. طيب الطفره بقى اللي انا سمعتها، او الحاجه اللي انا سمعتها وعايزه اتاكد من الكلام ده، سالتيني عليها بالله. يا جماعه انا سمعت كده حاجه فقلت نعرفها مع بعض على الهوا.
في كريم مع استاذ نجلاء بيعمل ايه بقى؟ قال بيملى الخدود. بيملى الخدود ازاي؟ احنا لما بنروح نحقن بنحقن فيلر ده عباره عن ايه؟ هيلورونيك اسيد. طيب والكولاجين معروف عن الكولاجين ان هو بيملى او بينفخ الخدود، بيملى الخدود. طيب وبيملى الفراغات الاماكن اللي هي الخطوط الرفيعه اللي حوالين العين والخطوط اللي هي بتظهر لنا. طيب احنا حطينا فيه ايه بقى المنتج ده؟ ممكن اجيبه؟ يلا بينا. ده بقى من غير حقن؟ ده من غير حقن بس طبعا هقعد شويه استخدمه. ما ينفعش من اول، ما هوش سحر. هحطه فاستنوا شويه يا جماعه، بصوا الفرق ما بين ده انام واصحى بص الاقي الخدود عليت. في طبعا روتين كمان عنايه لي انا بعمله ازاي، يعني روتين عنايه انا بعمل ازاي الكريم. طبعا المفروض الطبيعي ان انا ما نمش وبشرتي عليها ميك اب خالص. طبعا بنضف بشرتي كويس جدا بغسول ايبافيت، في غسول هايل جدا، في مقشرات طبيعيه، ساليسيليك، جلايكوليك، في لاكتيك، في فيتامينز، في حاجات طبيعيه كلها للبشره بتغذي البشره كويس جدا وبتشلك الخلايا الميته من البشره. ده بالنسبه لغسول البشره. ده الغسول البشره. طيب بعد ما بغسل وشي كويس قوي ببدا ان انا احط الكريم بالليل. طب انا عندي بقع او عندي في عندنا كريم للتفتيح نفسه، التفتيح البشره نفسها بيشتغل من اثر طبعا الشمس، وفي بيبقى في اثر حب شباب سايبه بقع عندي سمراء او حاجه او بقع غامقه كده، دي اقدر ان انا افتحها برده. بصي عايزه اقول لك ان الكريم هنا كريم عباره عن ايه بقى؟ في كولاجين، في هيالورونيك اسيد، في فيتامين سي، في مكونات كلها طبيعيه بتشتغل على تحفيز وتنشيط الكولاجين اللي موجود جوه. طبيعي في إلاستين طبيعي، إلاستين بحري، كولاجين بحري، هيالورونيك اسيد، في كمان فيتامين سي، في زبده شيا، في زيوت طبيعيه موجوده احنا حاطينها علشان تعادل كل المجموعه دي، فانت بتدي غذاء جامد بيشتغل على الطبقات الداخليه. طب بيدخل عندي يعمل ايه؟ بيبدا ان هو ينشط الكولاجين اللي موجود وبيعوض اللي اتلف واتفقد بمرور العمر او بقى بنقص الغذاء. بس خلي بالك مش بمرور العمر بس، في اطفال جايه لي وناس 16 سنه تغذية. 16 سنه 20 سنه بشرتهم متبهدله ولا كان عندها 30 سنه. فطبعا احنا بنبدا نغذي البشره بالليل وبنبدا بقى نشتغل عليها. طيب الكولاجين بيبدا ان هو يملى عندي، يبدا بصي الحاجه بتبدا تسيب كده الروابط اللي موجوده، فابدا انا اغذي فترجع تاني رابط تشد عندي. الهيالورونيك اسيد بيحتفظ بالميه، يعني بيمتص الميه 100 ضعفها، فيبدا يحتفظ ويشد البشره عندي وتبدا البشره فيها نضاره. فيتامين سي بيشتغل مع الكولاجين، فكلهم بيعملوا كده ايه، روابط، بيقوي الروابط تاني اللي موجوده في البشره. زي ما قلتي كلها. على الشعر اعاده ترميم بالزبط. كاننا بنعمل اعاده ترميم برضو للبشره. بالبشره، برافو عليكي. يبقى انا عندي الكولاجين والالاستين الاثنين مع بعض، مع الهيالورونيك اسيد، مع الفيتامين سي، مع زبده الشيا، مع الزيوت الطبيعيه، كل دي مكونات الكريم. كل دي وفي مكونات الشباب اي وسي واي، مش في بس دي، في مضادات اكسده يحمي لي البشره كمان من التجاعيد او تاخير علامات ظهور التجاعيد نفسها كمان. فطبعا انا عايزه اجربه معاكي. يلا هاخد حته صغيره كده، كده صغيره على البشره. ده بقى ده اسمه ايه؟ نطلب يعني ما نطلبه، نتصل إيبامنت. بالفريق الطبي اسمه إيبامنت. وعليه اوفر بقى والله، عليه 50% خصم العروض دي النهارده. تحقي بقى العروض خلاص، البشره امتصته كده على طول. بصي اللايبزون بتاعه كمان الامتصاص رهيب. انت لو شفتي هتلاقي هو عمل نضاره. ثبتي ايدك يا نجلاء. عمل نضاره وقتيه، يعني في الوقت نفسه تحس ان في نضاره في البشره نفسها. ده بقى يدهن بالليل، يدهن بالليل مثلا. يدهن بالليل. ثبتي ايديكي تاني كده يا نجلاء، خل بس زي ما انت بصوا باينه. طيب باينه جدا ان هو ادى نضاره وادى كده لمعه، ادى لمعان كده في البشره وطراوه للبشره. الهيالورونيك اسيد بيدي طراوه سريعه للبشره ويبدا ان هو يحسن البشره عندي واشتغل كمان على دي. طيب ناس بتقول لك طب انا عايزه حاجه، هو ده ينفع تحت العين؟ لا ملوش دعوه بتاع تحت العين. في اي كونتور ده مخصص علشان ينشط الدوره الدمويه اللي موجوده تحت العين، فبالتالي ينشط لي في شعيرات دمويه بتبقى موجوده تحت. فبيبقى ممكن تكون فيها كسل، فالكسل ده يعمل لي هالات سوداء، او بنام ميك اب بكحل او حاجه وفضل يعمل عندي لحد ما بوظ لي الايه المنطقه دي، او عندي خطوط رفيعه، او عندي شادو. يعني ساعات بيبقى في حفر فبتعمل شادو فبتخلي الحته دي هو بيعالج كل ده. ده الاي كونتور بقى. الاي كونتور تحت العين. عايزه اقول لك طب خلينا بس انا مكالمه يعني بقى لها شويه على التليفون. يا سلمى اهلا وسهلا.
ازيك يا سلمى؟ الحمد لله تمام. اهلا بيكي. اهلا حبيبتي منورانا. ربنا يخليكي بنورك. اتفضلي بتسالي على حاجه؟ لا هو انا كنت عايزه اقول على الاورجانيكا بتاع الشعر البروتين. جربتيه؟ جربتيه. قولي لنا بقى عملتي ايه يا سلمى؟ لا هو تحفه الصراحه. بقالي قد ايه مجرباه؟ لسه مثلا شهر لسه عامله حقني. وحسيتي بالفرق؟ قولي لنا طيب ايه اللي حصل؟ انا عارفاه بقالي 3 سنين يعني وقرايبي كلهم بيجيبوه كده، بس انا كنت خايفه عشان شعري ما يقعش وكده. بس الصراحة ما عملته لا فرق معايا جامد قوي ما شاء الله. يعني ما شاء الله من أول مرة فرق حلو، ويعني فرق وما فيش ولا تدريج ولا حاجة مثلا. الحمد لله أهم حاجة بيقع ولا حاجة في تساقط؟ لا لا الحروف بتاعة الشعر اتقصفت أو نشفت؟ لا خالص. دي أهم حاجة. طب النعومة بقى؟ ده صرف شعري. حاسة إن في فرق؟ كلمي بقى نجلاء بتقولك النعومة. زيك. الحمد لله كويس. حاسه ايه بالنعومه بقى؟ حاسه ان هو ناعم وطري كانه بالظبط كانه طبيعي؟ لا كانه طبيعي وطري، كان شعري فعلا بيبقى ناسف وعلى طول طالع كده، بس لا فرق جدا وطري يعني مش ماسك مش واقف. ما شاء الله يا حبيبتي. انت عملتيه في المركز عندنا ولا بره؟ لا قبل ما انتوا تفتحوا المركز انا قبل ما نفتح كمان. كويس. كانت واخده مجموعه البروتين صح كده وماشيه عليها؟ تمام. وعملت البروتين بس في البيت قبل ما المركز كان يفتح اصلا. انا بحب بقى الستات الواعيه، الستات اللي تهتم بنفسها وبنعمه ربنا. ما نهملش زي ما نجلاء قالت، ما نهملش يا جماعه. اشكرك يا سلمى نورتينا. ربنا يخليكي حبيبي نورك. تسلمي يا ربنا يخليكي. عندنا كمان رنا بقى معاها تجربه مع التساقط. يا رنا مساء الخير. ازيك يا قمر؟ مساء العسل. ازيك؟ الحمد لله كويسه. قولي لي ايه تجربتك بقى مع مجموعه التساقط؟ هو انا كنت جايبه مجموعه التساقط شهر 9 سبتمبر. من شهر 9. يعني مستخدماها من 22/9 لحد دلوقتي متواصل شهرين. تمام. حسيت ان هي طلعت بيبي هير من بعد اسبوعين بالظبط. من بعد اسبوعين ابتديتي تحسي بالفرق؟ ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي شكلك اتغير يا رنا؟ هو بيطلع بيبي هير. هو انا الاول كنت بجيب منتجات ثانيه فيها نيكوتين، فانا يعني اللي هو اي مسافه ما بيطلع ويقع ثاني يطلع يقع ثاني. شفتي طالع ضعيف البصيله ايه ضعيفه؟ لا جابت مينوكسيديل. بتقول لك صح يا رنا جبتي كنت تستخدمي مينوكسيديل الاول وبعد كده كانت بتحطه فكان يطلع ويقع تاني. ده اللي انا كنت بقول عليه، لو ما استمرتيش عليه مدى الحياه يطلع ويقع عليه. فهي خدت بقى المجموعه بتاعتنا وبدات ان هي دخلها، واللي بيبقى ان هي منتجات طبيعيه فما حسيتش بتساقط. يعني المجموعه اللي قعدت معايا اول شهر وخلصت السبراي اللي هو بيطلع بينبت الشعر فطلبته تاني، المسافه قعدت مثلا مسافه اسبوع ما حسيتش ان في تساقط عقبال ما الاوردر على ما الاوردر جالها قعدت حوالي اسبوع فبتقول لك ما حسيتش ما فيش تساقط. سنك قد ايه يا رنا؟ 21 سنه. 21 سنه يا نجلاء ما شاء الله عليكي. برافو برافو عليكي. طيب واستمري على الاهتمام بنفسك. حاسه كمان في الشعر نفسه شفاله؟ سمع يعني اللوشن بتاع الانبات بيطلع شعر والسيروم يعني حاسه ان هو بيدي نعومه معايا. حلو جدا. حلو جدا نورتينا نورتينا. طب ناخد بقى شويه ريفيوهات كده من حبايبنا. يلا بينا نشوف كده شوية ريفيوهات من حبايبنا اللي استعملوا المجموعات بتاعتنا سواء البروتين أو مجموعة التساقط. دي البنوتة بعتت لنا اهي مجموعة الفرد. البنوتة بعتت لنا بعد ما مشيت كمان، يعني هي فرحانة. هي راحت مصورة نفسها وبعتها فرحانة جدا ما شاء الله. وكمان ريفيوهات تانية. ماشي يا جماعة احنا بس مش شايفين قوي. ودي استخدمت مجموعة التساقط الفرند افتر بوسي. الفراغات اللي في الجنب مالت ما شاء الله ما شاء الله. ايه تاني؟ لا وعجبني كمان ان ما شاء الله فريق المتابعه، الفريق الطبي يا جماعه فريق المتابعه شايفين رادد ازاي؟ شايفين بصوا سطر بسطر سطر بسطر. المتابعه كمان ممتازه ممتازه مع فريق اورجانيكا. بعد كمان لو في اي حاجه لو في اي مشكله احنا بنحلها على طول. بتتحل على طول. طبعا طبعا. واحنا كمان مركزنا موجود في 6 ودي اكتوبر. ودي الصفحه يا جماعه. المركز موجود في 6 اكتوبر لاي حد حابب ينورنا طبعا.
ويقدروا يتصلوا على الارقام اللي موجوده على الشاشه يعرفوا مكان المركز فين يعرفوا مكان المركز ويحجزوا كمان. ولو حجزوا بصي بقى شهاده الايزو شيف هاله اللي احنا نسينا نقول ان احنا كل منتجاتنا مرخصه من وزاره الصحه المصريه تمام، وكمان متوافق عليها واخده هيئه المواصفات للجوده يعني واخده شهاده الايزو 9001 على الجوده. اشكرك حبيبه قلبي نورتيني. العروض يا شيف هاله العروض ما تنسوش اول 50 متصل خلاص عشان خاطرك 50 كانوا 20 يا شيف هاله. والله انا قلتها 50 والله قلتي 50 مش خلاص. طب الحقوا بقى يا جماعه الحقوا بقى 50 شيف هاله دبستني على حبيبه قلبي انت دايما كريمه معانا والله. اول 50 متصل هياخدوا مجموعة البروتين هيروحوا يفردوا يعملوا الفرد مجانا في المركز. طيب. وأول 20 لا خمسة انت قلت خمسة. خمسة. مش خمسة بس كده كان حبيبك عايزة عايزة تشيلي مننا تحطي هنا ماشي. أول 5 متصلين هياخدوا منتجات البشرة مجانا صح كده؟ هياخدوا منتجات البشرة ويعملوا التنظيف يعمل... هياخدوا مجانا. منتجات البشرة يشتروها ويعملوا تنظيف البشرة مجانا. تماما يا حبيبتي تمام أشكرك سلامين. أشكرك ألف شكر. دلوقتي فقرتنا خلصت هنطلع فاصل ونرجع لسه مكملين حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا لفقره بروش كريم ودايما بنتفق مع بعض في اول الفقره نعرف مكونات بروش كريم وبنتكلم على كل المشاكل اللي بيحلها لي من جذورها. مين بقى اللي بيحل لنا المشاكل ومين اللي بيقول لنا مكونات بروش كريم وبينور لنا النور كده البشره صافيه تبقى عامله زي بشره الاطفال؟ منوراني النهارده دكتورتنا الكريمه دكتور هبه ياسر المستشار الطبي لشركه اي ام دي. اهلا وسهلا يا اهلا شيف. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت النهارده قمر وانا بتبسط قوي من الفقره بتاعتك. حبيبه قلبي دايما منوراني. ربنا يخليكي شيف هاله. بنكمل الاكل الصحي اللي انت بتعمليه بقى بفقره صحيه. ده لازم. أيوة. عشان انا دايما بقول مطبخ هاله هو مش مطبخه بس. تمام. وبكلم كل الستات مش هنقضي يومنا كله جوه المطبخ. صح. حاجات كتير قوي ليها حق عليكي اولهم نفسك. أيوة نفسك. أيوة. حبي نفسك شوية بمعنى صح يعني انت لو حبيتي نفسك وصحتك بقت كويسة وشكلك بقى حلو بقيتي راضية عن نفسك ونفسيتك حلوة. حلوة خلاص البيت كله بقى زي الفل. صح. بقى هادي مفيش الكبشة اللي طايرة دي يا دكتور. أيوة. مفيش الزعيق الزعيق والصوات والجري ورا العيال. ايوه بالظبط كده. لا عايزينها كل واحده ست كده من خلال مطبخ هاله نعرفها يعني ايه تهتمي بنفسك. يعني ايه يبقى لك وقتك الخاص بيكي. تمام. يعني ايه الوقت ده هتقدري ان انت تفصلي فيه عن كل المشاكل اللي مرت خلال اليوم وكل الضغوط بتاعه اليوم وتبداي كده ان انت تهتمي بنفسك بتنسى قرف اليوم كله والله. تفتكري نفسك حقيقة. على فكره تفتكري نفسك ما تبقيش الشمعه التي تحترق خليكي الشمعه التي تضيء الشمعه المنوره. والله خليكي دايما الشمعه المنوره في حياه بيتك وهتعملي لهم كل حاجه برضو بس يعني وانتي مبسوطه. بالظبط. أيوة. اصل في ستات كتير معتقده ان انا لو خدت من وقتي وقعدت اهتميت بنفسي لا حرام باجي على حق على حساب الولاد. لا لا بالعكس بالعكس الولاد لما بيشوفوكي مبسوطه وشكلك رايق ومهتمه بنفسك بيبقوا فرحانين مش اكتر. الولاد بس. ايوه كل مش البيت. الولاد بس. كل البيت. كل البيت. ايوه فعلا احنا عايزين نتكلم الستات وكل البيت بقى لان هي عمود البيت. بالظبط. طيب لما نتكلم بقى على كريم بروش اول حاجه تعالي لو في حد جديد معانا دلوقتي ما حضرش معانا فقرات قبل كده نعرفه ايه هو كريم بروش ومكوناته ايه. تمام. احنا عندنا مشاكل اساسيه كده موجوده عندنا كلنا. مفيش ست ما عندهاش المشاكل دي. مفيش ست ما عندهاش عدم توحد لون البشره. بقع غامقه طبيعي. جفاف في البشره الايدين من شغل المطبخ والبيت الكوعين الركب الكعوب. مفيش ست ما عندهاش خوف من علامات التقدم في العمر. ظهر التجاعيد هنا كراميش هنا. تبدا ان هي تدور على نفسها. مفيش ست بتجري او بتسمح حتى ايه الكولاجين ده اروح اجيب كبسولات كولاجين ولا اعمل وصفه زي ما الناس بيقولوا واحطها على بشرتي. هي عايزه تبقى جميله بس ما عندهاش المعلومات الكامله اللي تقدر ان هي توصل بيها للمرحله اللي تبقى راضيه عن نفسها بابسط الطرق. احنا بقى هنعرفها اللي هي ايه بقى ابسط الطرق وفي ايدينا بالظبط. كريم بروش بيحقق المعادله دي. هو اولا بيحقق انه كانه بيديني 4 أو 5 كريمات في كريم واحد. فمش هضطر ان انا اجيب كريم مرطب كريم لازاله البقع الغامقه او التصبغات كريم علشان التجاعيد كريم يفتح بشرتي وينورها كريم فيه فيتامينات علشان تغذي البشره ومضادات اكسده. بدل ما بجيب 4 أو 5 منتجات تكلفه كبيره عليا طبعا وبتوه ما بينهم وبزهق بعد كده وما بكملش طبعا خالص. لا انا عايزه اجيب كريم واحد
مع روتين الحياة الصحي والأكل الصحي، وبعد ما تخلص كل حياتها كده تبدأ تهتم ببشرتها وجلدها وإيديها كل جسمها عن طريق إن هي تستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل. هتبدأ بقى مع الاستمرار في الاستخدام والمداومة على الاستخدام هي اللي هتديني النتيجة الكويسة. مفيش علاج سحري زي ما احنا متفقين، مفيش دكتور معاه عصاية سحرية، لكن لما احتاج ان انا اجيب علاج لأي مشاكل صحية اتوجه للصيدلية. بالظبط، المكان الآمن والمكان الثقة بالنسبة لي. أيوة بالظبط كده، طالما هجيب المنتج من الصيدلية خلاص نقطة ومن أول السطر. عند عليه رقابة دوائية، من الرقابة الدوائية، مرخص من وزارة الصحة طبعا، دي أهم حاجة، مكوناته كلها طبيعية ومكونات إحنا تربينا عليها زمان، بس كانت أمهاتنا بتجتهد، يعني بيجيبوا زي ما قلنا قبل كده. كانت بتجتهد على قد معلوماتها وكانت بتفيد ولادها وكانت بتهتم بنفسها. يعني برضو كانت أمهاتنا زمان ما كانتش الحياة شغلاهم زي دلوقتي، فكان عندهم وقت ان هم يهتموا بنفسهم وولادهم، وده اللي احنا عايزين نقوله لهم دلوقتي. جبنا لكم المكونات الكتير اللي كنتوا بتجروا وراها عند العطار او على وصفة، وبقت موجودة في كريم مسجل ومرخص من وزارة الصحة. تمام، حلو جدا، تقدري ان انت تستخدميه وانت مطمنة. طبعا مش هيعمل لك حساسية، مش هيناسب نوع بشرة ونوع لا هو مناسب كل انواع البشرات، كل الاعمار، رجاله وستات، حتى ابنك الصغير وهو رايح المدرسه لازم بتحطي له كريم علشان ترطيب، عشان السقعه الشديده ما تاثرش في بشرته. تقدري ان انت تستخدمي له كريم بروش، فهو بيكفر اغلب المشاكل اللي عندي في البشره، بيناسب الاسره كلها، كل الاعمار، ولاد وبنات. مفيش اسهل من كده. ممكن اخلي البنات في سن صغير كمان يدهنوا كريم بروش مثلا. ياريت، ده انا اتمنى ان البنت من وهي صغيره اعلمها يعني ايه تعتني بنفسها. فده بيبقى بعد كده على فكره تعلق بالحاجه، وبيبقى طبعك ان انت تعلميها من صغرها ان هي تهتم بنفسها، هيفضل مكمل معاها على طول. فعلا. غير ان انا زي ما بقولك دايما ان احنا عندنا زي ما انت ست البيت بتخزني في بيتك كل حاجة وبتبقي عارفة ازاي تخزني في بيتك، خزني جوا جسمك في بنك الجمال بتاعك الحاجات اللي تفيدك، خزني في صحتك، كلي اكل صحي، نامي كويس، اهتمي بنفسك واهتمي بجمالك، كل ده لما يتخزن في جسمك هتلاقيه قدام البنك ده علشان خاطر تلاقيه قدام. بنتي من سن 14 و15 سنة ان هي تستخدم كريم بروش مرة الصبح ومرة بالليل، طب هيرطب لي جلدها، هيحميها من الجفاف، لو في اثار حب الشباب عامل غمقان في بشرتها هيروح، بيبتدي واحده واحده يضيع، احنا بنخلص الارثوس وحمض الكوجك. هعمل لها مخزون من الكولاجين اللي انت هتدوري عليه قدام، لانه كده كده بيقل مع التقدم في العمر. انا بقى هعمل المخزون ده، فانا فدت بنتي من وهي لسه صغيره، عملت لها ملت لها البنك ده من الاخر يعني، وعودتها من صغرها تهتم يعني بنفسها. تهتم بنفسها صح. دي مهمه جدا. طيب نقول بقى المكونات نفسها. طيب احنا دلوقتي قلنا ترطيب، ترطيب عندي بانثينول وجليسرين، الاثنين موجودين مع بعض في كريم بروش. البانثينول والجليسرين مع بعض بمعايير طبعا مطابقة لوزارة الصحة بيعملوا كفر، بيعملوا عازل على البشرة، بيحموها من أثار السقعة الشديدة، المية السخنة اللي ايدينا فيها على طول، الصابون السايل والحاجات اللي بتعمل نشفان في البشرة بعد كده. البانثينول والجليسرين دول بيعملوا عازل ما بين الجلد وما بين الجو الخارجي. بس معلش هنقف هنا، حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا عشان عارفة التفكير دلوقتي، ممكن واحدة تقولي كي طب أنا عندي أنبوبة بانثينول وعندي إزازة جليسرين، هقوم بقى أجيبهم أحطهم على بعض واشتغل وشوية بقى الذكاء يشتغل. أولا أنا عايزة أقول لك مش هيختلطوا. أما لو جابت إزازة الجليسرين وأنبوبة البانثينول وحطيتهم على بعض مش هيمتزجوا، لأن الدواء أو المكونات اللي أنتوا بتشوفوها على الدواء في مكونات إضافية اسمها إكسيبيانس كده، دي بتبقى محطوطة علشان تدوب المكونات وتعمل لها تمتزج مع بعضها، يبقى خليط مع بعضه، مش بيقلبوا كده أبدا. أيوة. في المعامل طبعا حضرتك فاهمة أنا قصدي. احنا هنتكلم عنها بقى. ده دي ليها حلقة تانية، إن أنا النهاردة لما أعتقد إن أنا مجرد التقليب إداني امتزاج كامل، لا طبعا دي معامل ودي مصانع أدوية يا جماعة، الحاجات دي ناس كيميائيين دارسة، ناس درست سنين من عمرها علشان النسب المظبوطه دي، علشان النسب، لان مش بكتر الكميه، انا ممكن احط كميه تدي اثار عكسيه. فاول حاجه الترطيب، البانثينول والجليسرين. طيب هتقولي لي طب الناس دلوقتي بتقول مضادات الاكسده، ايه الاكل اللي فيه مضادات اكسده؟ خدوا يا جماعه كبسولات فيها مضادات اكسده. ايه الاكسده اللي الناس عماله تتكلم عنها؟ ما كنت بس عايزه المكونات كلها وبعدين نبتدي بقى نتكلم مضادات الاكسده دي ايه بقى. احنا بقى دلوقتي الفيتامينات اللي موجوده في كريم بروش، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي،
التلاتة دول مع بعض موجودين في كريم بروش، مش كل واحد مثلا تروح تجيبي كريم فيتامين سي او ايه او كده، لا التلاتة مع بعض موجودين في كريم بروش، هم دول بقى مضادات الأكسدة اللي هنحكي عنهم بالتفصيل. التلات فيتامينات دول التلاتة مع بعض موجودين في كريم بروش. حلو جدا. التلاتة دول مضادات أكسدة، التلاتة دول بيجددوا خلايا البشرة ويحفزوا إنتاج الكولاجين، هتدي نضارة وحيوية وشباب للبشرة، بيدوا فيتامين سي ده بيعمل لايتنينج، بينور البشرة. حلو جدا. بيخلي البشرة صحية والدم بيجري فيها كده، ويوحد اللون كله لو في أي تصبغات أو بقع. التصبغات والبقع بقى دي ليها حمض الكوجيك وخلاصة الهيرسوس موجودين برضو في كريم بروش. مع الاستخدام هتلاقي الغمقان اللي حوالين الفم، اثار الحبوب اللي بتبقى موجوده على الكتاف، في البشره، في الظهر، اثار حب الشباب عند الولاد الصغيرين تحديدا تبقى منتشره في جسمهم وبتضايقهم قوي، ده برده بيروح باستخدام كريم بروش لوجود خلاصه الهرقسوس وحمض الكوجك. كلف الحمل، الاماكن اللي بتبقى مش متوحده اللون، يعني احنا الحجاب، الايدين مثلا، كل ده مع الاستخدام دايما بتبقى غامقه عن بقيه الايد، لون على الدراع بالظبط كده، مع الاستخدام مره الصبح ومره بالليل طبعا الوضع بيتحسن كتير جدا. الكولاجين والالاستين اللي بيجروا عليه، طب اخد كبسولات كولاجين، اصل في فلانه جايبه لي من بره برطمان كولاجين اما احطه، كل ده اولا انا مش عارفه مصدره. كبسولات الكولاجين بتزود في الوزن، لكن كريم بروش ده موضعي، حاجة موضعية بتطبق على الجلد، بتيجي مباشرة للجلد، يعني الكولاجين اللي فيه هيدخل دايركت على الجلد، هيفيده، هيملالي البنك بقى اللي أنا بحكي لك عنه. طيب نرجع تاني لمضادات الأكسدة. اللخبطة. أول مرة أعرف مضادات الأكسدة هم الثلاث فيتامينات دول. أكسدة يعني إيه؟ أكسدة يعني خلية تشيخ وتموت وتعجز، وبعد كده نجري بقى نقول إحنا عايزين نشيلها ونقشر عشان نحصل على الخلية الجديدة. طيب التلوث اللي حوالينا، الدخان، التدخين، عوادم العربيات، كل الحاجات اللي حوالينا دي بتطلع ما يسمى بالشوارد الحرة أو الفري راديكالز. دي بتعمل إيه؟ دي بتجري على الخلية الحية اللي في جسمنا تاخد منها ذرات الأكسجين فتموتها، هي بتتنفس إيه؟ أكسجين، فتموت الخلية، عشان كده بيدي شيخوخة، بيدي عجز، بيدي تجاعيد. التجاعيد اللي بتظهر مذكرة. عشان كده بقول عايزة مضاد للعملية دي بقى. المضاد الأكسدة في أكلي، إن أنا أخد الحاجات اللي فيها مضادات أكسدة، فلفل الألوان، التفاح، الرمان، البنجر، الأكل الملون، الفريش ده كله، كل ده يحتوي على مضادات أكسدة. وأجيب الكريمات اللي فيها فيتامينات زي فيتامين إي، مضاد أكسدة ممتاز، موجود في كريم سي بروش، موجود طبعا مضاد أكسدة، كل فيتامين ده إيه. كل دول بقى بيبقوا جابها مضادة لأكسدة الخلايا، للشوارد الحرة اللي بتطير حوالينا دي وبتموت الخلية، فبتحمي جلدي وبتحمي بشرتي من إن الخلية تشيخ وتموت بدري ونعجز ويظهر بقى الغمقان والتجاعيد دي كلها. ده كل ده موجود معانا في كريم بروش. كل ده موجود في كريم بروش. حلو جدا. وبنأكد تاني إنه موجود في جميع الصيدليات يا جماعة، وإن هو مرخص من وزارة الصحة. وأكد على إن المداومة على الاستخدام. المداومة على مثلا الاستخدام. يعني مرتين في اليوم، والاستمرار، مرة الصبح ومرة بالليل. يعني ممكن استخدمه النهارده وبكره لا. زي ما بقول لك دايما كده، الزرعه بتروييها يوم ويوم ولا كل يوم؟ لا كل يوم، كل يوم طبعا. ما هي بشرتي دي زي الزرعه بالظبط، اغسلها بغسول مناسب، انضفها كويس عشان تتنفس، ما هي البشره محتاجه تتنفس، طول ما عليها مكياج، طول ما عليها اضطراب، طول ما عليها شغل البيت بيطلع لي دخان في وشي طول ما انا شغاله، لا كل ده بيقفل المسام. انا عايزه انضفها كويس، عايزه بشرتي تتنفس، عايزه ادخل لها الكريم في صوره انه مرطب للبشره، انه في فيتامينات هتغذي البشره، انه في كولاجين هيمنع عوامل التقدم في العمر انها تظهر لي بدري، فكل ده بيعمله كريم بروش بالظبط، مش مجرد كريم بنحطه على بشرتنا وبس كده. هو كمان مستحضر علاجي مش تجميل فقط. يعني ايه؟ يعني موجود في روشته الدكتور ورف الصيدليه، مش زي كريمات التجميل. بالزبط. وانا دايما بنصح اقول اي حد عنده مشكله صحيه، اسهل طريقين من انك تدور انك تروح عياده او الصيدليه، دول اسهل طريقين، ودول اللي هيدلوك على الحل الصح. صح. مش ان انت تقعد تدور على وصفات تانية. وكفايه ان هو مرخص من وزاره الصحه، دي ثقه كبيره، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. ونرجع تاني قبل ما نختم يا جماعه، نقول لكم اهتم بنفسك عشان انت تستحقي كل حاجه حلوه، تستحقي ان انت نفسيتك تبقى حلوه، تستحقي ان انت لما تبصي في المرايه تبقي راضيه عن نفسك. والحل النهارده دكتور هبه جايبه لنا في ابسط حاجه بالزبط. في كريم بروش موجود في كل الصيدليات، يعني مفيش اكتر من كده، مفيش امثل من كده بالزبط. يعني بجد اشكرك يا دكتور، نورتيني يا حبيبه قلبي، اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، بحبكم في الله، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.